المرأة حاليا هي بتشتغل من البيت، ومفيش مدارس، مفيش حضانة، فهي بتقوم كمان باللي هي يعني غير التربية، غير التعليم، هي بتقوم بكل المهام دلوقتي من البيت. فرسالتك ايه للمرأة ودورها في الفترة الحالية؟ انتي بطلة والله، احنا ده حقيقي. بطلات والله، احنا بطلات ومش متقدرين يا بنات. شذا العراقي بحبك، بنحبك وانا كمان بحبكم. لا بجد انا حاسه بفخر ان انا امراه في زمن الكورونا، وام في زمن الكورونا. فعلا انا مدرسه الصبح، طباخه بعد الظهر، طبعا دبلوماسيه، بحل مشاكل اخوات طول الوقت، اسكت اسكتي، ما تعمليش كده، ما تضربيش اختك، ما تعمليش، ففي وبوليس ساعات، وفي نفس الوقت لازم يعني نتقبل ان عيالنا زهقوا من القعده في البيت، ان ما فيش مدرسه، ان ما فيش رياضه، ما فيش انشطه رياضيه، فعندهم طاقه زياده. في نفس الوقت في شغل، وفي لايفات زي دلوقتي، وفي زوم ميتنجز، وفي شغل بيتعمل، فانا الصراحه حاسه ان انا تعبانه اكتر من العادي، يعني مش اقل، يعني انا قاعده في البيت بس طاقه الشغل زادت ما قلتش. سوبر وومن هند صبري فانز 46، لا انت اللي سوبر وومن، كل الستات سوبر وومن.